أنا طارق عبد العزيز وضد سرطان الثدي. نوال إيمان ضد سرطان الثدي. سيد علي رباحي أنا ضد سرطان الثدي. سليمة جار ضد سرطان الثدي. عايز أقول لكل أم وكل زوجة وكل أخت وكل ابنة، لازم كشف مبكر للمرض اللعين. سرطان الثدي مرض ماشي عيب، على خاطر هذا المرض يصيب المرأة ولكن يصيب الرجل كذلك. إذا حبيتي تتفادي الخطر مالك إلا بالتشخيص المبكر. الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة لمكافحة سرطان الثدي. هذا المرض ما رجعش يقتل إذا درتي الفحص المبكر. كلنا متضامنون ضد سرطان الثدي.